فيفا دايما بتقول مفيش خلط بين السياسة والرياضة، لكن أوقات كتير العكس بيكون هو الواقع. وفي كأس العالم وعلى مدار تاريخه كان في مواجهات شهدت وجود قوي للسياسة. نظمت فرنسا كأس العالم 1938 قبل سنة واحدة من بداية الحرب العالمية الثانية. وصل منتخب إيطاليا للنهائي قدام المجر القوي، ولكن حصل اللي ما كانش متوقع. موسوليني حاكم إيطاليا بعت رسالة للاعيبة إيطاليا مفادها النصر أو الموت. إيطاليا حامل اللقب كسبت المجر 4-2، وبعد المباراة في تصريح اتقال بسعادة من الحارس المجري إنتل زابو للصحفيين: لم أشعر في حياتي بمثل هذا القدر من السعادة بعد الخسارة. الأهداف الأربعة التي سجلوها في شباكي أنقذت حياة 11 إنسانا. بعد الحرب العالمية الثانية اتقسمت ألمانيا لجزء شرقي وجزء غربي، ومن المصادفات أن المنتخبين اتقابلوا في دور المجموعات في كأس العالم 1974. الترشيحات كلها كانت بترجح فوز ألمانيا الغربية، خاصة أن بايرن ميونخ لسه متوج بدوري أبطال أوروبا. الماتش كان أشبه بالديربي، وكل طرف عايز المكسب لصالحه في ظل الخلافات السياسية القوية بين الشرق الشيوعي والغرب الرأسمالي. لكن وفي واحدة من مفاجآت كأس العالم، فازت ألمانيا الشرقية بهدف دون رد عشان يتصدروا المجموعة قبل الدور الثاني ويتأهل الألمانيتين سوا مع بعض. وفي النهاية كسبت ألمانيا الغربية اللقب في الوقت اللي ودعت فيه ألمانيا الشرقية البطولة من الدور الثاني. في سنة 1982 بدأت حرب الفوكلاند بين الأرجنتين وإنجلترا بسبب نزاع على أحقية كل دولة في الجزيرة. وبعد 4 سنين اتقابل المنتخبين في ربع نهائي المونديال 1986، مباراة كان الانتصار فيها يعني الكتير لأي بلد بسبب الحرب ما بينهم. وفي المباراة حصل حدثين أهم من بعض. الأول الهدف اللي بيطلق عليه يد الرب واللي سجله مارادونا بإيده، أما الثاني واللي بيطلق عليه هدف القرن اللي سجله مارادونا برضو بعد ما رقص نص لعيبة المنتخب الإنجليزي وحارسهم بيتر شيلتون. مارادونا قال عن احتفاله بالأهداف بعد المباراة: الأطفال في الأرجنتين كانوا يسرقون حافظة نقود الجنود الإنجليز ويهربون ركضا كنوع من المقاومة، وأنا كنت أرقد فرحا بالهدف الثاني وكأني سرقت حافظة نقود جندي إنجليزي. في كأس العالم 1998 كان في توتر سياسي قوي بين إيران وأمريكا استمر لسنين بعد سقوط شاه إيران عن الحكم واحتجاز رهائن من السفارة الأمريكية في طهران لمدة 450 يوم. رئيس الاتحاد الأمريكي لكرة القدم ألان روتنبرغ وصف المباراة بأم المباريات، والنظام الإيراني أكد لعبته أن خسارة الماتش ده بالتحديد مش مقبولة. كل ده كان بينذر بمباراة هتكون مليانة بالمشاكل، لكن اللي حصل كان العكس تماما. لعيبة أمريكا بدرت بمصافحة لعيبة إيران اللي أهدوهم ورود والتقطوا صورة تذكارية سوا. فازت إيران 2-1 كأول انتصار ليهم في كأس العالم، وفي النهاية ودع المنتخبين البطولة من دور المجموعات. جيف أجوس مدافع أمريكا قال عن المباراة: لقد حققنا في 90 دقيقة أكثر مما قدمه رجال السياسة في 20 عاماً.